يقول وفقك الله، بعض الناس يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فتجده يكذب ويسرق، فكيف تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي لم تنهى؟ هي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما أخبر الله، ولكن نهيها عن الفحشاء والمنكر قد يكون ناقصا وضعيفا وقد يكون قويا حسب الناس، وإلا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن إذا حصل شيء من الفحشاء والمنكر من المصلي فهذا الدليل على أن صلاته فيها خلل، فيها خلل نعم، وفيها نقص نعم.